حياكم الله من جديد، رجعنا لكم وفي عيدكم مبارك، وعندنا ضيوف ينورونا ويحلون علينا وناخذ ونعطي معاهم وندردش عن اخبارهم وعن مشاريعهم وعن ذكرياتهم في العيد يا عبد الله. اكيد احنا دائما في عيدكم مبارك عودناكم مع مجموعه مميزه من الضيوف. اليوم ضيفنا فنان مميز ونجم من نجوم الساحه الدراميه الكويتيه وايضا المسرح الكويتي، الفنان محمد صفر. كل عام وانت بخير وحياك الله. خير، عيدكم مبارك. يومك سعيد. ونعايد على المشاهدين ان شاء الله، الله يعودهم كل سنه على خير ان شاء الله. اللهم امين اجمعين يا رب العالمين. ساعه المباركه وحياك الله ومنورنا في استديو، وعيدكم مبارك. تسلمون، منورين. الله يحفظك ويطول بعمرك. العيد اكيد عنده لك يعني كثير من الحكاوي مثل ما يقولون، والقصص، واللي تتذكر ايام ما كنت صغيرون شويه، فشو اللي يذكرك لما يصير صباحيه العيد؟ والله اذكر ما يعني حالنا حال اغلب اليهال، ما ننام. ايه. انتم سهرانين وحاطين يمنا اغراضنا وملابسنا. ايه. من الناس اللي وجهه ذي يسوي. اي ترى انا اتوقع كل الناس. الدشداشه. اغراضنا، نحط شغلنا ونقعد. ايه. يعني يمكن نصارع النومه. ايه. مرات اذا انت كلش تعبان تصارع النومه ما تبي تنام. وبعدها طبعا صلاه العيد، اذكر فتره هبه والعائله كانوا يعني يتريقون ريوق العيد. ايه؟ لانهم واصلين سمك. سمك. اي في عوائل يتريقون متشبقين على السمك من رمضان. يتريقون يبون يسوون زبيدي مقلي. ايه؟ مع الليمون. ايه؟ وخبز تنور. ايه؟ بس يكون بيت اليد طبعا. ايه؟ وكل اللي مسير بعد صلاه العيد اللي يبي يدل الدرب يعني. ايه؟ ناس تجي وناس لا والله تنطر غدا العيد. واحنا كنا يعني بما ان يعني واحنا بالطفوله يعني كنا يعني نجمع عيادينا. وين تروحون محمد؟ وين؟ ننطر العصر. ايه. حلو. احنا الزوار الميثيه يعني احنا. ايه. بيت يدي يعني اغلب الاهل هناك يعني. ايه. فبعد ما نعايد احنا نطيها مشيه دوار الجوازات. حلو. هناك اذا تذكرون كان في السيرك. ايه. البراحه هذه يحطون فيها. ايه. السيرك والبقيات. ايه. والخيول واجار الخيول وهذا. ايه. نعفر بكشخة العيد اللي احنا تعبانين فيها. تخلص العيادين. نرجع مغبرين هناك. تطقها مشية ترجع. خلص العيد. خلص العيد. ترد عادي يعني إذا مجمع لك باجي يعني كم دينار نحجز مسرحيات ونروح مسرحيات. كم كنت تجمع في فترة الأعياد هذه؟ والله يعني بحروة في أعياد كانت 35 40 50 يعني بهالمحاري يعني، بس احس كان فيها بركه يعني. ايه. طحنها طحن. اي يمدي تروح الالعاب والسيرك. ايه. وبعدين تروح تروح كل هذا تسوي. ايه. كل شيء. مسرحيه، سينما. ايه. تعشى بالليل سينما السالميه. ايه. ايام سينما السالميه. ايه. ايامكم هناك صح. ايه. زين شنو المسرحيات اللي حضرتها؟ خلي المشاهد يعرف انت من اي جيل. والله كان في يعني سارة وسعود حق ابو حسين داود حسين. ايه. ويا انتصار الشراح. الله يرحمه. اذكر يعني حضرت وانا صغير مسرحيه كبيره يعني مالت كبار كانت الجوار، حياه. ايه. مسلسل الجوار. جوار. هم داود حسين. ايه. كانوا وسينما السالميه يقلبونها كانوا مسرح يعرضون فيها. مسرح صح كلامك. وغيره يعني وايد مسرحيات سلاحف ما السلاحف وهذا بهالفتره يعني. يعني جوك كان من زمان صوب الفن. يعني طفولتي كانت عباره. ايه. عن مسرحيات للامانه. ايه. يعني حتى خارج العيد كنا نشتري المسرحيات ونقعد نطالع في البيت. ايه. اغلب ايامنا. ايه. صح كلامك. ايه. ايه. وايضا يعني حبك للمسرح ما زال ومستمر، وانا ودي اتكلم عن جديدك في الفتره اللي سبقت شهر رمضان كان عمل سدره اللولو. قبل شوي انا وغاده قاعدين نتكلم عن هذا العمل. صحيح. وعوده الرواد فيه، خلينا نتكلم على دورك وايضا على وجودك في هذا العمل الوطني. والله شوف يعني انا متاكد ان اي فنان يعني راح يحس بمتعة غير طبيعية إذا هو قاعد يقدم مسرح، بالأخص إنه يخص الكويت أو يخص بلده إذا كان. صح. هو أي فنان يعني. فبالك إذا كان في على قولتهم زخ من النجوم من الكبار أمثال محمد المنصور والفنانة سعاد عبد الله وغيرهم يعني، ولا يهونون باقي الفنانين يعني. أنا إحنا بالكواليس أشوف كنت
وعبد الله محمد المنصور يقول حق المخرج يقول ان تقريبا انا 30 سنه ما صعدت على المسرح لكن ان مسرح عمل وطني انا ما قدرت اني ما البي الدعوه يعني يعني ترى هذه التفاصيل مرات سوالف احنا يعني هو ما كان بلقاء ولا يعني هو قاعد يسولفون كذي وانت كفنان شاب تكون مار تلقى تسمع شفت اللي ساعه سولفنا بس ياثر ياثر فينا يعني نسمع ندري ان هذا ايش كثر مهم بالنسبه له انه هو يقدم شيء حق وطنه يعني الاعمال الوطنيه ما اعتقد ان في فنان يقدر يقول لا والله ما اقدر اشارك بالاخص ان تلقى كل الناس تعطي من قلبها يعني صحيح. اهتمامها وهذا صحيح فكان عمل امانه ممتع وشرف حق اغلب الفنانين يعني هذا مو كلهم ان يشاركون فيه كان مميز والكل كان يحكي فيه والاداء كان جبار والقصه كانت جباره يعني يعطيكم الصحه والعافيه محمد صفر شوي غاب في رمضان هالسنه وكان له دور مميز في دفعه لندن ولكن عنده اعمال اكيد صورت ولكن تنتظر ان شاء الله الظهور على الشاشه كلمنا عن ظهورك في هذا المسلسل تحديدا وعن اعمالك والله دفعه لندن كان مشاركه بسيطه يعني ما كنت في دور بطوله اما باجي اعمال ثانيه اشتغلنا بمملكة البحرين عمل انعرض قبل رمضان كان المفروض كان في احتمال انه يترحل رمضان اللي هو دافي الشعور طبعا دافي الشعور المفروض نصوره كان من 2012 2011 فجأة النص من 10 سنين ها فجأة النص عندي من ذيك السنين دقوا وقالوا تعال نصوره ب 2022 الكاتب جاسم الرشيد رجع عدل بعض الامور اللي كانت تمخمخ هذا تخلل يعني صار تعتج وصار خنين زياده متعتق والله بس يعني خيره مثل ما يقولون يعني تهندم نفس ما يقولون خلاص يعني ترتب رتبوا وعرضوا العمل اما بالنسبه للمسرح انا الصراحه يعني ما اخفيكم على اني مو مشارك بمسرح بهذا العيد لكن أنا سعيد باللي قاعد يصير بالكويت. أي. عدد المسرحيات والنجوم. الكويت يعني ما شاء الله يعني ربعنا شوف يعني حتى لو في مسرحيات في اختلاف بأعداد المشاهدين والجمهور اللي قاعد يحضرون هالمسرحيات إلا أن الكل مسرحية فيهم لما تحضرها راح تلقى فيه تجربة. طبعا. وإن كان فيها تجارب بعضهم مثلا فشل بشيء سهى عن شغلة صار معاه شيء لكن صدقني هذا الشيء يفيد الساحة حتى حق مو بس حقه هو حق الناجح وحق اللي يبي ينزل بالمستقبل وحق اللي نفس ما أنا قاعد أقول لكم إحنا كنا أطفال بيوم من الأيام وحضرنا بعض المسرحيات بعضها استمر وبعضها ما استمر وبعضها يذكر اليوم وبعضها لا يذكر لكن صدقوني يترك أثر عند الناس عند راح نتكلم على هالتفاصيل خاصة بالمسرح بس نقطة أن الفنان اليوم ما يتواجد في شهر رمضان وهذا الشهر اللي دائما فيه سباق بالأعمال الفنانين كلهم يحبون يكونون متواجدين على الشاشة بالنسبة لك هل هالموضوع عادي مر بهالطريقة ولا تحسس لا والله شوي للأمانة إذا تحسست هذه غيرت حب العمل لا ما تحسست راح احس ان انا مراهق فنيا يعني هذه يعني هذه ممكن كانت يعني هذه يمكن البدايات بلد تحسس متى رمضان ولا رمضان شو ما عندي مثلا بس الحين لا بالعكس يعني قاعد اطالع بكل حياديه وفيها متعه ثانيه ان ترى انت مرات لما تكون بالمعترك على قولتهم ما تشوف بعض الاخطاء انت قاعد على المدرج وطالع لكن ايوه لما انت تطلع برا الدائره تشوف الدائره تبدا تعاد تكون حيادي لا والله هذا حلو لا والله لا اظلم فلان لا والله ما ادري ممكن لو انت وياهم لا هذا ما شنو شفت هي اللي تابعت محمد وعجبك انت بتحرجني انت لا انا قلت اللي عجبك بعد مو اللي ما لا لا كلهم والله كلهم يعني عشان لا احد بس في اكيد شيء شدك قلت اخ كان زين انا والله كلهم مجتهدين يعني يعني في بس يعني احنا مفتقدين الاعمال الكوميديه شوي اكثر نبي اعمال كوميديه شوي اكثر برمضان بالاخص يعني الدراما حلوه بس ملينا
بس لا يعني في ناس تبي تضحك أي. يعني منهم يعني كبار السن بالبيوت يعني صحيح. انا السنه بعد ما عندي مسرحيه عيد أي. فقبل احنا كنا يصير رمضان بروفات فما تشوف اهلك صح فطر ويلا اروح بروفتي وارجع يمكن الحق عليهم بالسحور يمكن ما الحق القاعدة هذه فيها من بعد كورونا فتحس تبي تقعد مع اهلك اكثر سبحان الله فأشوف هم شنو ودهم يشوفون ودهم على الكوميدي ترى شافوا شيء قالوا محمد كان زين انت بهالدور هالسنه يعني كان يروق عليك والله اي بس ما راح اقول لان فيهم الخير والبركه اللي يسووا الاعمال اي بس انه نتمنى وهم يتمنون بعد انه في اعمال كوميديه اكثر خصوصا فتره الفطور يعني هم يحبون بعد الفطور يقعدون مع الشاي واللومي وهالسوالف يقعدون يشغلون شيء كوميدي هذا الحين اللي لازم تخليه ببالك انت كهم فنان ان خلي نسوي شيء من الحين حق السنه الجايه يعرض بهذا التوقيت الناس حابه انها تشوف يعرض بهذا التوقيت هذه بيد التلفزيون بيد القنوات نفسها ايه. اما ان الفنانين مو شرط انا ترى في فنانين وايد مستعدين يقدمون اعمال كوميديه وقادرين يعني صحيح. ترى يعني الكوميديا الحين بالجيل هذا عنده كوميديا ايه. روح ايه. ويعني هذا مقعد مع يعني فترة كورونا أنا صدمت من أطفالنا إحنا عيالنا مثلاً عيال إخواني ولا هذا يوني خالي ولا عمي تعرف فلانك منو فلان تي خالي ما تعرف فلان ما منو يتابعون ناس يوتيوبر وناس وهذيل لهم أجواء كوميدية لما أقعد أقول لهم وريني خالي ولا وريني عمي وروني فيهم مستوى عندهم مستوى يعني شيء هادف وهذا لكنهم يوتيوبر يعني أيه. والاطفال عندهم محتاجين انا افضل ان يا ريت اتمنى ان يسوون اعمال للطفل يعني للطفل أيه. حتى كوميديا مال الطفل أيه. كانت موجوده قبل ايام مدينه الرياح مدينة الرياح. فيها كل العائله او فيها قطعات مالت الطفل يعني تعلق عند الطفل خلاص تعلق وتثبت صح قبل شوي قلنا عن الفنان اللي يتحسس الحين أيه. انت كفنان لما يطلعون مشاهير اليوتيوب والسوشيال ميديا ويصبحون فنانين ويدخلون على الساحه اللي انتم تعبتوا وتخرجتوا من المعهد العالي وغيره اهم عادي عندك هالموضوع ولا قبل كنت اتحسس أيه. واشوف ان كل واحد يعني أنا أؤمن بالتخصص إن كل واحد على تخصصه لكن بعدين يوم قاعدة شوية هديت لحظة شوية هدى محمد خلينا نشوف مو شرط يعني في ناس متخصصة بشغلات للأمانة هي مو ملعبها الشيء صح في ناس كل واحد وشريط حياته عاد في يعني أنا عندي ناس يقول لي والله يا محمد أبوي ضغط علي أصير طبيب هو اليوم هو طبيب هو اليوم بس والله أنا أدري إنه هو عنده فن يمكن 90% صح يعني أتمنى إنه قاعد يشوفنا الطبيب هذا هو طبيب اليوم أنا أدري إنه يحب المسرح ويحب ما طاف شيء ترى يقدر يدخل يشارك لا يعني يمكن عادي يمكن يلا عرض يشارك بس هو طبيب اليوم فمو شرط التخصص الشهادة أوكي تساعد تدعم بس هم بعد الموهبة مهمة فهذيل الناس اللي مشاركين باليوتيوب أو بمواقع التواصل بعضهم متأكد أن بعضهم عنده موهبة ويستاهل أنه صحيح. يوصل المكان اللي هو فيه لكن مو الكل يعني صح. يعني نقول صار عندك نضج من هذه الناحية وصار عندك تشبع بسيط لكنك تطمح لأنه يكون لك أكثر في هذا المجال طبعا أي بس الحين أنت صرت تنتقي محمد سويت أدوار كثيرة وأديتها بطريقة تبارك الله منذ ظهورك على الشاشة مبدع ومتميز شنو اللي كان أو ودك تسويه وللحين ما حصل لك هذا الشيء وتسعى أنه يصير والله هذا سؤال وايد ينسأل لكل فنان أكيد في كل فنان في قرارة نفسه شغلة يبي يوصلها ماكو أدري بس والله مستحيل يجي فنان يقول لك أنا أبي الشغلة الفلانية وبس أي يطمح للإزم. كل ما يسوي شيء ناجح يبي بعد شيء لأنه يبي يفوق نفسه مو بس ترى الفنان هو بني آدم طماع طبيعي كل شيء بتعطيني أبي بعد أنت شو اللي تبي بوصل أبي النجاح أبي عمل شوف أبي يعني أنا الأمانة أنا أحتاج كذا عمل يتمون خالدي. حتى يعني بعد نفس ما تم مثلا درب الزلق وغيره والأقدار يعني حتى عادل إمام وايد من الفنانين القدامى جدا ترى يعني أنت لو تجمع أعمال عنده أعمال وايد صح
بس انت راح تيجي لما نسالك عنه راح تعدد لي اربعه مثلا خمسه وعلى قولتهم يغلب عمارك عرفت انه بس خلاص توب عندك عنده ثلاث اربع اعمال هذيلا هت يعني ما تحس انت للحين ما قدمت الدور البصمه اللي الناس تتذكرها يعني حتى جيل بعد جيل يعني كثر سهر الليل لا يعني للامانه في كل في اعمال وايد ناجحه تقدمت صح بس في اعمال هي خلاص تعلم عند الناس وحتى اجيال كانت صغيره ما لحقت تلقاها ترد تعيد تشوف الاعمال هذا العمل هو سهر هذا العمل بالنسبة لك هو هل عمل متكامل ولا دور ممكن أنا أسويه ويظل عند الناس ولا لازم كتابة الناس الإخراج الإنتاج كله كامل هو اللي يخلي العمل يخلد والله ما فيها دراسة للأمانة اليوم يعني قبل يمكن تسألني أقول لك إيه والله محتاج إنه لازم يكون الاستديو متعوب عليه العمل مصروف عليه الفنانية ما في رولز حق هالشيء فجأة جاك بك شيء ما يعني أنا أتحدى أن درب الزلك كانوا عارفين أن هذا نجاح لا ما حد حتى عارف. في وقتها ترى حصل انتقاد وتكلموا فيه وحطوا فيه بالصحة بس ظل خالد يعني إحنا حتى أنا في فترة جيت قلت لا تعالي بقى تنقى لا تشتغل أي شيء والله هذا الناجح وهذا اللي بيطيح وهذا سبحانك يا ربي تلقى انت تشوف حسبة غلط كذا تشوف الحسبه كلها متلخبطه شيء متعوب عليه وناس من ربعنا منتجين نصرفوا على اعمال مبلغ وقدره وعمل ثاني لا والله راح على سجيته كذي ببساطه تسوى وهذا لا تلقى هذا ياخذ حاصل عند الجمهور اكثر من العمل الثاني عاد الظروف ما تدري شنو هي الظروف صحيح قبول جمهور او توقيت عرض شنو ما تدري فما اقدر اعطيك بالضبط شنو هو مقاييس العمل الناجح محمد تتدخل في ساعات دورك يكون كلام ما يازلك شغله بتغيرها افيه بتحطه لك بهالجانب على حسب المخرج اول شيء وحتى لو كان المخرج يعني مثلا ياخذ ويعطي هم بعد كاتب اتوقع ايه بس هم بعد يعني باللي اقدر فيه مو ما ينسف من البدايه لحظه وشيله واستوب العمل كونك كله. دارس ويعني عارف يعني مستحيل اي مستحيل راح انسف العمل من اي تو زد اكيد بس انه يعني اذا في محتاج بعض التعديلات احاول اعدل احاول اتواصل مع المؤلف مرات اكون انا بعدل وبروح باتجاه يفهمني نقطه ان محمد لحظه انت لو تقرا مثلا الحلقه الفلانيه راح تلقى ان شيء فيردني حق نفس اللي ما بيعدل هذا الخط اللي هو كاتبه أيوه. اليوم وانت تابعت المسلسلات والاعمال الماضيه لاحظت يعني عربيا كان في اعمال 15 حلقه صحيح. اكثر من عمل صحيح. فانت الحين كمشاهد تشوف ال 30 وشفت ال 15 والناس تطالب بالسباعيات والسهرات اللي قاعد نشوفها بالمنصات المختلفه ايش رايك فيها؟ والله انا سعيد بسالفه انه مو لازم 30 أيوه. لان صدق مو لازم 30 يعني إن ممكن يكاتب عنده قصة ثلاث حلقات تطلع مية مية صح فأنا ليش هي أمطها سويها 30 ولا أمطها سويها 15 فحلو قبول المحطات اليوم حق إنها ترجع حق السيستم هذا العمل هذا 13 حلقة فعرضه لأن 13 حلقة بيرفكت صحيح ما له داعي أنا أقعد أطولها على المشاهد أو إنه أزيد خطوط بالعمل نفسه ما لها داعي بس أجرك كفنان ممكن يكون أقل يعني محمد بين الثلاثين وبين الثلاث حلقات هذه أمور عاد ثانية مو هذا اللي تفرق مع الأجر مهم يعني بس ساعات تقضي النظر علشان الدور مرات إيه يعني مرات إيه تحس إنه هم بعد لازم يعني هم ما تبطش بقى شيء خلى شيء ما تبطش يعني أنت منتج جايبك بهذا يعني تحاول تتعاون وياه بكذا ما تقدر يعني طيب يا لك عمل وعرفت من معاكم الفنانين برايك مهم يكون التناغم والكيمياء ما بين الفنانين أو خاصة اللي راح يكونوا معاك بشكل مباشر طبعا مهم طبعا مهم بس هم بعد يعني أنا صارت معاي بأعمال للأمانة أنا يعني قعدت بيني وبين نفسي أسولف مع نفسي يعني مثلا أنت أي أمثل العمل بطولتي مثلا بطولتي طبعا مو محمد صفر فيه ولكن انا اعتبره انا من الابطال يعني بالعمل نعم والقى بالادوار اللي سانده الشباب هذيله هم اسامي جدا مهمه واسامي من الاسامي اللي احنا كنا نحضر لهم واحنا صغار ويعني لليوم هو لا اسمه فاقعد بيني وبين نفسي اقول اول كنت اقول ان الله شوف الدنيا شلون دواره الحين هذا قام يسند هذا اليوم قمت اقول لا
الله على تواضع فلان. أيه. فلان قاعد يسند. أيه. فلان طبعا فلان قاعد يصدر جيل. وبينه وبين المخرج من يقعد والله لا خقوله وكذا ليش ما تسوون كذا. فأشوفها بالأفضل أنه هو قاعد يقدم الخير حق الجيل الثاني. اليوم نفس الشيء أنا مثلا لما أي أقدم شخصية مثلا معي شخصية نسائية اللي هي شخصية زوجتي بالعمل ولا قبل مثلا كنت دائما أصر أنها تكون نجمة النجوم. لكن اليوم قاعد أشوف أن مثلا واحدة مثلا عندها مثلا عملين ولا ثلاث أعمال ما يمنع. أول كنت أقول ما ينفع. اليوم قاعد أقول ليش ما ينفع. ليش شو اللي غير قناعات محمد صفر؟ لأن أنا دعموني ناس. أنا أول يوم اللي مثلت أول عمل كانوا اللي حواليني نجوم. فأنا ما كنت راح أوصل وأمثل وهذا ذا كل واحد بيقول لا والله يبون لي اللي يمي لازم يكون مثلا نجم. صف أول ولا صف ثاني. في ناس بتبلش ببداياتها مثل ما الدنيا أخذ وعطى. مثل ما الناس عطتك أنت لازم تعطي الناس وتسندهم يعني. ساعة قاعد نسولف أنا وعبد الله عن الرواد شلون كانوا شلون الحين يدعمون الجيل الصاعد. والله دعمونا ويعطيهم ألف عافية. سواء اللي كان الرواد أو الجيل الثاني من الرواد أو الجيل الثالث أو أيا كان مسماهم. صحيح. أيا كان اللي قدموا قبلنا وبيوم من الأيام شفناهم أو راح نشوفهم معانا داعمين سواء بطولة أو مو بطولة شكرا لهم من كل قلبنا. صحيح. وإحنا على خطاكم حق الأجيال اللي بعدنا. شافوا. أتمنى أن ما يجينا الغرور اللي هو الأوفر. بالعكس يعني إن إحنا ممكن يجينا باكر عشان فيكم أنتم الشباب ممكن يجينا باكر شخص اليوم إحنا عمره اليوم هو 6 سنين باكر يكبر إن شاء الله. أيه. ويصير نجم إن شاء الله نكون داعمين له مو شرط. صح. نكون بس من الأبطال معه. حلو هذه القناعات لما تتغير الفنان وتنضج بعد بعد فترة نضوج بس مبكر هذا عشان لأنه مو مشارك في رمضان لو كان مشارك يروح كلها تغير لا قاعد على المدرج ويطالع المدرج قاعد المدرج وقاعد أشوف ويطالع محمد بعد أنت من الفنانين اللي ارتبط اسمك بالثنائيات لفترة وهالسنة هم نشوف الموضوع الجروبات بالأعمال الفنية موجودة سواء التلفزيونية أو المسرحية. أنت بالنسبة لك لما تشوف جروب متناغم قاعد يشتغل في أكثر من عمل هل عليهم بالعافية ونخليهم ولا ليش ما يفتحون الأبواب حق ناس تدخل معهم؟ لا والله شوف يعني هو موضوع أنه يفتحون الأبواب هذه مو بيدهم ترى يمكن هم الأشخاص اللي 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 اللي, اللي بالهم أنه ليش ما يبطلوا لي الباب ويدخلوني معهم أيا كان أي جروب. يمكن هو قاعد يشوف بس الرجع. اما في ترى في امور ثانيه يعني هم يعني ما لا يتوقع الشخص انه ما يبطلوا له الباب لانه والله مو حابينه ولا يمكن يكون هو عز ربعهم يمكن يكون يقعد وياهم بديوانيه بس هم يشوفونه ما مو ما يشوفونه ما يعني هم العمل مبني على شخصيه شخصيتين ثلاثه. في متطلبات في مثلا منتج حط اسماء في امور تتعدى المنتج تكون طلب محطه في كلامك مثلا انا بتخلك على هالموضوع الحين صار في لغط من فتره ان السوشيال ميديا كثر ما كان هناك فولورز عند هذا الفنان احنا بناخذه لان هذا العمل راح ينجم من وراء هذا الفنان لانه عنده الفولورز بالملايين فهل هذا الشيء فعلا حقيقه وهل حاشك هذا الشيء او لا استشعرته؟ هذا انا اشوف يعني صار فتره شيء المنتجين يمشون ورا هذه الشغله هذا يعني الصراحه ابخاس رخيص. لا ما أنا خاص لحق الفنان اللي يعطي لا يعني اذا هو مو فنان بس عشان عنده فولورز فهذا يعني رخص فني يعني انت تبي يعني تجيب فلان على اساس انه هو عنده بس فولورز وهو لا يملك شيء من الفن هذا حرام يعني فعلا احيانا يكون عنده موهبه وهم المنتجين يدور الفنان اللي قاعد يشتغل بالسوشيال ميديا شوي اكثر ويتعب على نفسه بهالمجال وايد ناس لا وايد ناس ما عندها يمكن فولورز صحيح عالي يعني يعني احنا يعني للامانه ما ادري بالضبط اذا فلان عنده فولورز ولا فلان ما عنده فولورز ولكن يعني انا متاكد ان في فنانين وايد كبار بالعمر ما بيعتبر صحيح ما عندهم ويمكن يكون عنده بس ترى الفولورز يعني اغلبهم في صغار بالسن وايد في ناس مسويه فولو لان فلان مسوي فولو مو حقيقيين يعني او متابعين الفن بس ان في فنانين كبار اللي يمكن دش اكاونته يمكن عنده يبقى يمكن بس سهله ممكن بس هو فنان عريق وفنان كبير بالعمر
زين هذا بيرني بعد السؤال الثاني، شلونك مع السوشيال ميديا؟ هل من المهتمين بالانستغرام السناب تيك توك تهتم بهذه الامور؟ والله توني قاعد اشوف انستغرام صوره قديمه شوي اغلبها ما منزل شيء، بين كل صوره وصوره سنه تقريبا. سنه يمكن تقريبا يعني سنه اقل شوي اكثر شوي. شغالاتك يمكن. انا مو لا اتابع بالسوشيال ميديا اشوف ناس وكذا، بس انا مقل بالظهور. اي مقل بالظهور مرات يعني اصور شيء وانزله، مرات احس يعني مو واجب مو ضروري مو لازم. اي في ناس احس انها تصير واجب عليك ان انت لازم تنزل حق من يصبح لازم فتش عينه. اي لا لا ما انا مو كذا. هو لازم لان اعلانات وراء لازم يمشي. الله يرزقهم كل يوم. الله يرزقهم. ولكن انا مو كذا. اي والله. زين تكلمنا شوي عن المسلسلات متابعاتي. على طاري اسف اقاطعك، على طاري الاعلانات بسنه من السنين اول ما صارت الاعلانات قبل السناب شات وقبل هذا، بعد سهر الليلة كلمني أحد الفنانين قال لي محمد ليش ما تسوي إعلانات؟ قلت له أنا شنو إعلانات يعني شو أسوي إعلان؟ شي يقول يعني تروح لافنيوز وهذا تصور لهم وهذا. قلت له قال يا ابن الحلال أنت جرب إيش خسران؟ والله تتفق وياي واحدة تشتغل بشركة كانت لبنانية، الو كيفك محمد وما ادري شنو انت وين؟ قلت له والله انا بالتصوير، بندز لك شيء صوره ونعطيك والله 500 دينار. يعني حلو. صحن حلو يمكن اذا احد يشوف اكاونتي بس هذا يشوفه قديم الصوره 2013 حلو كذي حلويات. قص الشريط في الحلو. قالت لي 500 دينار. حلوين. اوكي صور الحلو، صور لنا كذا صوره وادز حق الشركه، والشركه تقول لي نزل هذه الصوره من بد الصور. تمام. نزلت الصوره. حلوين محمد حلوين. باكر عندك بالافنيوز تروح محل حلويات ثاني اسمه ما ادري شنو اسم المحل، وحتى لو عرف ما راح اقول لان راح بيسوي اعلان على بار برنامج. المهم فتروح المحل تصور حجز هناك باسمك محمد صافر. رحت دشيت المحل في طاوله باسم محمد صافر، طاولات فاضيه وايد، قال لي خذ اي طاوله. قعدت انا والله مو رايح حلو بس قمت اطلب انا بصور يجيب لي هذا ويجيب لي هذا ويجيب لي هذا، والكره هذه اللي يصبون عليها الشوكولاته الحار ما اعرف بس سؤال انا ولا لي فيهم، بس هم ترست الطاوله حق تصوير. واعطي الويتر صورني من هالصوب صورني من ذاك الصوب وروحوا وقف هناك وذا الصوب وذا. المهم وكلت واخذت الصور وهذا ومشيت دزيت حق الشركه الصور. كان دق علي بالليل متاخر دق 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 شنو؟ الو يبون الفاتوره؟ هلا والله. لا والله يا ريت. محمد انت شو عامل؟ قلت له شنو؟ شو تقول مو هذا المحل؟ اوه وانا ماكل وهاريهم تصوير وحاطري لي ماشي عادي مرتاح لص الحلويات كلش مو مال اعلانات محمد. لا بنت الناس شلون؟ شو تقول بس قلت له يا معوده الحين شو تقول انا دز حسابك حق المحل هذا كم يبون منك؟ لا اكيد يا بنت اكيد بس باكر روح وصور المحل الفلاني ويمه مو هذا المحل. اقول لك ان شاء الله يبا هذه مو شغلتي. وال 500 دينار مالت الحلو اللي ياني للوكيشن وهذا يبا حلال عليكم وانا يبا هذا وذاك يوم وهذا يوم. يوم بس نادر يعني يمكن يجيني من طرف يمكن مرات يجيني كذي صوره انزلها يمكن يعني بس انه اروح مهاوي لا لا قلت يبا انا اشيل شليبه بالطلايب عط الخباز خبزه وانا هذا مو خبزي. وتحس ان الفنان يعني لما يتجه الاتجاه هل هو امر عادي؟ الحين قاعد اشوف اغلب الفنانين بالمولات مع هالعطور صح والله والله شوف في ناس لهم عطورهم يعني منتجهم وفي ناس لا والله يعني بس انا استغرب يعني يعني ما في بعضهم يعني مصر. يشرح العطر ما تقدر تشرح العطر انت شلون تشرح العطر لازم تاخذ درس على جاي يعقوب تشرح يعني قول مثلا الاكل ما يقول لك العين تاكل شوف تشوف حتى العطر يقول لك العطر احدى زواره فتروح عطر العيد هذا زين الزواره ما تدري يعني بس يعني الله يعطيهم العافيه بعضهم قاعد يجتهد وبعضهم والله قاعد يشوت ما يدري وين رايح بس انه راكب الموجه ما يقنعوني على الله ان شاء الله انه يوصل حق بر يعني ان شاء الله يعني ما يغرق بنص هذا الله يوفق الجميع ان شاء الله يا رب. في اعمال صورتها محمد وراح تنعرض ان شاء الله تالي؟ والله في اعمال تصورت جاء
كذي قلت مصور بالبحرين او عندنا عمل كوميدي صورناه قبل سنه وكذي ما نعرض بعد ما نعرض للحين اي والله في انا القفاص خالد البريتشي وايد ناس اعتقد بيكون ممتع العونان بس انه ما للحين ما ادري وين رايح العمل ما اقدر والله الف عليكم اقول لكم وين بيروح هذه امور بيد المنتج والمحطات ان شاء الله بس ان شاء الله يعني ان شاء الله ينعرض ان شاء الله باذن الله حاجز شيء مسرحيات العيد بتروح والله رحت حق الحملي ورحت امس حق فارس عاشور ويعني في جوله يعني ان شاء الله قاعد اشوف الشباب. بس والله الله يعطيهم العافيه ان شاء الله مبدعين الله يوفقهم واتمنى لهم يعني واتمنى من الدوله تحط لهم مسار حتى لو مؤقتا يعني يسوي لهم مكان نفس مدينه نفس ما سووا فتره وينترلاند واشيله يبنوا لهم مسرح شيء يبنوا حق المواسم هذه حقهم مسارح والله شيء حلو يعني حتى لو فتره وان شاء الله لانهم ترى اغلبهم قاعد يسوون نفس الشيء انا رحت حق الحملي بنادي يبون نفس الخيام ملوت المرشحين او ملوت هذا ويسوونها مسرح يعني والدوله قادره انها تسوي لهم شيء من هذا حتى لو ذا مو شيء دايم يعيقهم فتره ما يدرون وين يروحون فيه الدولة بعدين لا حط لهم شيء مؤقت حق الموسم يعرضون فيه حلوة حلوة ويقدمون شيء يليق للأمانة يعني للأمانة مو مجاملة عشان ربعي شفت محمد من المسارح كويتيين قدها بهالسالفة والله يعني أنت قاعد تتكلم عن مسلسلات أوكي في أعمال تفشل أنت عندك أكثر من 50 عمل إذا ما بيبالغ أو أقل بال 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 بالدراما والكوميديا والهذا بالتلفزيون والسينما بالسنة الواحدة وعندك بالسنة الواحدة أكثر من 30 عمل مسرحي صح. مختلف الأنواع شنو تبي شيء فيه أغاني وشيء لا والله إسلامي وشيء فيه رسالة وشيء راقص وشيء أقرب للسيرك وشيء هادف وشيء مو هادف تجارب كل أنواع الشباب وكل أنواع كل صاحب فكر قاعد يقدم فكرة من تأليفه من تأليف عالمي من تأليف من ما تدري من وين جايبه كل الأنواع يعني الأمانة موجودة بس الحين محمد قاعد نشوف في أعمال درامية عبارة عن ميكس جدا جميل ما بين الخليج والوطن العربي وحتى دخلوا يمكن في دفعات لندن الأجانب صحيح. وغيرها صحيح. شلون شفت هذه التوليفة الجميلة في هذه المسلسلات اللي قاعد نشوفها حاليا اللي من زمان انقطعت قبل كان ما بين مصر ولبنان وكذي الحين ردت بقوة والله شوف من باب التجربة هي شيء جميل يعني ترى جدا حلو أن الثقافات تجتمع مع بعضها أنت من بلد وهذا من بلد وهذا شايل فكر معين وهذا لا توجه معين وفكر معين ولا عادات معينة حلو أن يلتقون مع بعض بأعمال صحيح بس ترى مو دائما يكون ناجح ناجح يعني في ناس يعني تروح حق أعمال مصرية تلقاها حلوة تضحكهم 100% ناس تروح حق أعمال سورية تلقاها حلوة 100% حلو ما أقول ما ينجح ينجح بس أفضل شيء التبكل يعني أكيد أنت اليوم نورتنا وما كنت تسلمون. يعني تبكل عادي أنت كنت يعني منور وآرائك الفنية حلوة تسلمون حبيت النضوج الفني عنده وصل ذروة ما شاء الله إذا تبي تقول كلمة أخيرة حق محبينك وجمهورك والله شاكر لكم بالبداية وشاكر للجمهور وشاكر لتلفزيون الكويت وشاكر للساحة الفنية بالكويت كلها عامة وسعيد فيكم وإن شاء الله أنتم قدها تخلون الجمهور يفتخر فيكم وإلى الأمام دائما وعيدكم مبارك أيامك سعيد نورتنا محمد صفر اليوم في عيدكم مبارك احنا وين بتودينا غادة وين بنروح حق ريوق العيد اللي نروح دائما ونأكد على ريوق العيد المميز في الكويت الغالية تحديدا عندنا طقوس جدا جميلة بنشوفها بعد التقرير نشوفها مع لولو وتنك يلا